بدك تحكي لي ايش بك؟ ما في شيء. شلون ما في شيء وانت صار لك يومين حبس حالك في البيت؟ شفت ليه حبس حالي بالبيت؟ ما إلي جلد على الاخذ والعطا. وائل، لإمتى انت بدك تضل هيك عم تعاملني؟ يعني انا بعرف حوالي انه مالي من مستواك ومالي دارس، بس على الاقل والله انا بحبك من جوا قلبي. ما بدك تحكي على راحتك، انت حر. اقعد اقعد. ايها هيك؟ يعني ضروري اتعصفر عصفرة لتحكي؟ احكي هاد. اللي كنت خايف منه صار. وإيش اللي كنت خايف منه؟ كنت خايف انها تحبني وتتعلق فيي. ليش؟ لك شو ليش نورس؟ شو ليش؟ إذا أنت اللي بتعرفني كتير منيح وعايش معي عم تسألني هالسؤال؟ أخي أنا اللي بعرفه إنه أنت شاب عين الله عليك، دراسة ودارس، مثقف وابن عيلة، ما ناقصك شيء. ناقصني يكون موجود. أخي إذا تشر لي بهالنغمة خليني أروح بس حالي أنا بغرفتي. بدك تحكي معي شيء أفهمه. يا نورس، نورس بانا معها كتير مصاري. الفيلا بس اللي ساكنين فيها حقها ملايين، هيدا غير السيارات والشركات وما بعرف شو. وبيا، بيا زلمة له وزنه بالبلد، له اسمه. ايه بس هي بتحبك. وشو الفايدة؟ شو الفايدة انه هي بتحبني؟ شو بدك ياني اعمل؟ روح لعند بيا قول له جوزني بنتك وقعدني معكم بالفيلا. اخي مين عم بقول لك تتجوزوا هلا؟ انت ممثل وعين الله عليك، وما بتعرف قيمه الله بيطلق نصيبك بعالم الفن والتنجيم. مش ظابطة نورس، مش ظابطة. متأكد؟ معناها انسى الموضوع وعيش حياتك مثل ما كنت عايش. بس أنا بحبها. لا حول ولا قوة إلا بالله. أخي بنرجع للأول، وحدة وحدة. أنت إيش مشكلتك؟ مشكلتي ما بعرف شو بدي. امبارح أول ما شفته لأبي كان جاي عبالي ابكي، كان جاي عبالي ارتمي بحضنه وقول له بحبك كثير ومشتاق لك كثير ومسامحك على كل شيء عملته. بس بعدين مجرد ما قال الكلام اللي قلت لك اياه صار جاي عبالي اقتل. ايه اقتل. يمكن لهذا السبب دخلت على غرفتي وسكرت علي الباب وما اجاني نوم طول الليل. بس جواد، نحن ما عدنا صغار، صار لازم نكب كل شيء ورا ظهرنا ونفكر بحياتنا الشخصيه. وبعدين انت الحمد لله امورك ماشي وعم تتحسن شوي شوي. كل هاد مو مهم. لكن شو المهم؟ مهم السعاده، فرح. وانت شو اللي بفرحك؟ سؤال صعب. ما بظن. شو قصدك؟ تعرف قصدي. Thank you.